أوريكم بعض القطع اللي أخذتها من فوق الكلوزت. أخذت هذه البدلة، تيجي القطعتين لحالهم، طبعا كل قطعة راح أصورها لكم، راح أحط رابط عليها من تحت. هذه القطعة تيجي قميص مع البنطلون حقها، بنطلون واسع، قماشها خفيف بارد، أنا حبيت كذا تحت العباية، ذات إن القميص يجي طويل شوية، فلو انفتحت العباية أنا لابسة جوا ساتر. جايبة لكم كود خصم يخصم لكم 20% من قيمة طلباتكم. من شوية حطيت لكم الرابط حق القميص، الحين راح أحط لكم الرابط حق البنطلون، وترى ما هي مكسرة، هي مكوية، بس القماش يجي كذا. قطعة ثانية برضو نفس الفكرة، تيجي قميص لحالها والبنطلون لحاله، نفس الشيء ألبسهم تحت العباية، فعشان كذا أخذت منهم كذا لون، أخذت بعد لونين زيادة أبشركم، مرة حلوين ومرة مفيدين وباردين تحت العباية مرة، والقميص زي ما قلت لكم طويل، شوفوهم على اللبس مرة يفرقون، لا تشوفونهم كذا. القطعة الثالثة نفس الشيء بالضبط ونفس الفكرة، حيث ما راح أصورها لكم بس بحط لكم عليه كابتشر، مرة مفيدين. هذه يعني تحت عباية بيضة، مرة حلوة القطعة، يعني باردة وغير كذا ساترة، خلاص قميص طويل وبنطلون مرة مرتب. على شيء مرة حلو مسوينا لكم فوق الكلوزت اللي هو تابي، هذا زي ما هو طالع عندكم، بس تدخلون عليه تقدرون تدفعون مشترياتكم تجارية بدون أي فوائد أو رسوم إضافية، تخيلوا. وكمان إذا ما عندكم بطاقة ائتمانية، الحل مرة بسيط، تقدرون تستخدمون أي بطاقة بنك عندكم، فمسهلينها لكم مرة كثير. غير كذا هقول لكم كيف تستخدمون كود الخصم حقي، أنا هذه مشترياتي، جمعت مشترياتي 3184، كل اللي لكم تحطوا كود وتسوون استخدام، شوفوا كم خصم لي 598، يعني almost 600 ريال، وصار حسابي 2585. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.